بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة رقم 4 من المنهج والكورس الجميل بتاعنا اللي اسمه Project Time Management، يعني إدارة الوقت أو إدارة وقت المشروع. طيب إحنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 وجميل جدا، وفعلا لو فهمتوا الكونسبت بتاعه صح يعني مستواكم هيبقى اتنقل نقله محترمه جدا في مجال المانجمنت والتخطيط. سبحان الله، كان يعني بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى بعتبر نفسي ان انا كنت محظوظ ان الكونسبت ده اول ما ابتدى يتطبق في مكاتب اداره المشروعات في المملكه العربيه السعوديه كنت انا شغال مع اول مكتب تقريبا ابتدى ان هو يطبقه بشكل براكتيكال على مستوى المملكه. لهذا السبب كنت انا مع مجموعه من اول الناس اللي ابتدينا نفهم يعني ايه الستيج جيت اللي هو عنوان المحاضره بتاعتنا النهارده، ونبدا ان احنا نشوف ازاي يتم تطبيقه. سبحان الله الموضوع ده عجبني جامد جدا، وحسيت بمدى فائدته بشكل كبير جدا وانعكاسه على موضوع ان انت لما تيجي تخطط لمشروع وتيجي تبدا تدير هذا المشروع من وجهه نظر البروجكت مانجمنت. فتعمقت فيه بشكل كبير لدرجه ان احنا في قسم مختص لموضوع الستيج جيت ده مخصوص. يعني عايز اقول لكم ان انا كنت بالنسبه لهم انا الريفرنس بتاعهم، يعني لما هم بيتلخبطوا في نقطة معينة أو يحصل نوع من أنواع اللبس أو حاجة كانوا بيقولوا لي، لأن هم كانوا عارفين إن أنا أكتر واحد في مكتب إدارة المشاريع ولله الحمد فاهم هذا الإجراء بشكل كويس جدا 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 وبشكل بسيط جدا. وهو ده اللي أنا هحاول أوصل لكم الكونسبت اللي أنا فهمته ليكم بشكل مبسط أوي زي ما إحنا متعودين. إحنا متعودين على البساطة وعدم تعقيد الأمور والحاجات دي، تمام؟ ده مش كده وبس، ده انتوا هتلاقوني في بداية المحاضرة حاطط حوالي 5 أو 6 سلايد، دول انا واخد المحتوى بالظبط من نفس البريزنتيشن اللي انا كنت بعمله واقدمه للسادة الخبراء، سواء ممثل المالك او القائمين على ادارة المشاريع العملاقة والكبرى اللي احنا طبقنا فيه هذا الاجراء، لان هو الناس كانت عارفة ان الحمد لله انا يمكن كنت اكتر واحد قادر على ايصال الكونسبت ده والفكر بتاع الستيج جيتس للاخرين، فكانوا دايما بيخلوني انا اللي اقدم هذا الجزء ويبقى جزء من البرزنتيشن بتاعي. فانا جبته لكم وحطيت المحتوى نفسه هنا، وبعد لما لان هو ده اللي هيديكم على طول كده الايه الاساس بتاع الموضوع، وان شاء الله هتفهموه كويس جدا ببساطه وسلاسه وسهوله. وبعد كده نبدا بقى نشوف الكتاب اللي احنا بندرس منه بيتكلم ازاي عن الموضوع ده، تمام؟ لهذا السبب من فضلكم حاولوا تركزوا قوي في المحاضرة دي بالذات، فعلا هتفرق معاكم جامد قوي 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 في موضوع إدارة المشروعات بصفة عامة والتخطيط بصفة خاصة. طيب أول حاجة كده إحنا عايزين نتكلم عن كونسبت اسمه Project Life Cycle، اللي هو دورة حياة المشروع أو دورة حياة المشاريع، هي هيها يعني. هو يعني المشروع له دورة حياة يبقى المشاريع ليها دورات حياة، يعني كل مشروع له دورة حياة. يعني إيه دورة الحياة؟ دورة الحياة اللي هي من أول يوم في المشروع لغاية آخر يوم في المشروع، هي دي اللي بنسميها دورة حياة المشروع، يعني من أول ما المشروع يتولد لحد ما المشروع يموت. في حاجة اسمها كده؟ أيوه، في حاجة اسمها البروجكت لايف سايكل، دورة حياة المشروع، يعني المشروع منذ بدايته إلى نهايته. دي اسمها دورة حياة المشروع. طيب ممكن افكركم بحاجة، احنا خدنا في المحاضرة الاولى خدنا دورة حياة ادارة المشاريع، صح؟ امال دي ايه؟ لا، دي دورة حياة المشروع، وانا قلت لكم ساعتها ناخد بالنا ان في فرق ما بين دورة حياة ادارة المشاريع ودورة حياة المشروع، وفي كتير جدا بيتلخبطوا في الحته دي وانا كنت واحد منهم. يعني زمان خالص كنت فاكر دوره حياه اداره المشاريع هي هيها دوره حياه المشروع،
يعني عشان اكون امين معاكم يعني. تمام. طيب ايه هي دوره حياه اداره المشاريع؟ هي الخمس حاجات اللي احنا خدناهم، اللي هم الانيشيشن، وبعدين البلاننج، وبعدين التنفيذ، وبالتوازي مع التنفيذ بيبقى فيه الكنترول، وبعد كده الكلوزنج. خمسه دول مع بعض قلنا عليهم دوره حياه اداره المشاريع. طيب امال بقى ايه هي دوره حياه المشروع نفسه، وايه علاقه دوره حياه اداره المشاريع بدوره حياه المشروع نفسه، وايه علاقه الاثنين دول بالقصه اللي انا جاي اقولها لكم وعمال احمسكم ليها، اللي هي اسمها الستيج جيتس؟ تمام. يبقى الثلاثة دول متداخلين كده في بعض. انا مفترض، وده اكيد المنطقي، ان انتوا دورة حياة ادارة المشاريع فهمتوها كويس جدا، ان انا بيبقى عندي خمس مراحل: initiation، planning، بعدين execution بالتوازي معاها control، بعدين الكلوزنج. الخمسة دول مع بعض ايه يا جماعة؟ صح، دورة حياة ادارة المشاريع. طيب ما هي دورة حياة المشروع؟ ما هو ببساطة كده زي ما اتفقنا بقى، بدون لف ودوران وبدون تفلسف وبدون تعقيدات ونظريات والكلام ده، هي المشروع منذ اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة، من أول ما يتولد لحد ما يموت. وعشان المشروع طبعا مش كائن حي، فبالتالي يعني من بداية المشروع حتى انتهاء المشروع، هي دي البروجكت لايف سايكل. زي ما احنا شايفين قصادنا كده، المستطيل ده اللي فوق خالص ده هو ده اللي بيعبر عن المشروع، من اول مبدأه لحد ما انهيه. عايز تقول من اول ما يتولد لحد ما يموت؟ تمشي برضه، تشبيه في استعاره مكنيه مقبوله لتوضيح المعنى وتقريب. تمام. طيب هلاقي ان المشروع بيتقسم عاده لاربع مراحل اساسيه. برضه عايز اقول لكم على حاجه، التقسيمات دي ممكن من ستاندرد للتاني تختلف، المسميات، العدد، الكلام ده. اللي انا قصادكم ده التقسيمه بتاعه الكود الامريكي او بتاع البي ام بوك. تمام. وانا ما يهمنيش ان انتوا تبقوا حافظينها زي ما هي كده ولا كلام من ده اطلاقا. امال انا يهمني ايه؟ يهمني نبقى عارفين الكونسبت. ايه هو الكونسبت؟ الكونسبت هو ببساطه شديده جدا ان المشروع منذ بدايته إلى نهايته يتم تقسيمه على عدة مراحل. كتاب البي ام بوك قسمه لأربع مراحل. طيب لما نسمع الأربع مراحل اللي هنلاقيهم أربع مراحل منطقية، وأنتوا نفسكم هتقولوا والله ده حتى ممكن يكون في مراحل بمسميات أخرى، بس نفس المبدأ اللي هو من أول يوم في المشروع، أو منذ بداية المشروع، أو منذ ميلاد المشروع حتى نهاية المشروع، الفترة دي كلها ممكن أقسمها على مراحل. يعني إيه بقى مرحلة؟ يعني كل مرحلة أكيد يعني تتميز عن المرحلة الأخرى، إن دي يعني مختلفة عنها أو حاجات زي كده. يعني مش المشروع مش مرحلة واحدة متصلة، يعني عبارة عن عدة مراحل. تمام؟ زي ما هنشوف. طيب فعلى سبيل المثال، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة starting the project، إن أنا بس هبدأ المشروع، بداية المشروع. تمام. طيب المرحلة التالية، يعني إيه بداية المشروع؟ مش إن أنا أبدأ تنفيذ في المشروع، لا، بداية المشروع ببساطة عشان نبقى عارفين إن أنا خدت القرار إن أنا هعمل المشروع ده، هي دي بداية المشروع، وإن أنا أبدأ أكتب له ما يسمى بالبروجكت تشارتر، اللي هي وثيقة المشروع. فأنا أقول في المشروع اللي اسمه كذا 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 كذا، يعني أبدأ بقى أحول، لأن المشروع ده قبل اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي اللي هي لحظة ميلاد المشروع، هو كان بيسموه initiative، مبادرة. ده بالنسبة للكيانات الحكومية والكيانات الكبيرة، بالنسبة لنا إحنا ممكن تسميه حلم. يعني إيه؟ يعني نفترض إن حد من حضراتكم مثلا نفسه يمتلك فيلا بس مش يشتريها، لا، يعني هو يجيب قطعة أرض ويبنيها، هو عنده قطعة الأرض بس لسه بقى ما عملش الفيلا، لا في تصميمات ولا يعرف يعملها كام دور ولا مساحتها قد إيه ولا الكلام ده كله، لسه فكرة أو حلم في خياله، يبقى لسه المشروع ما ابتدأش.
بمجرد ما يبدأ كده يمسك ورقة ويكتب بقى توصيف للمشروع اللي هو عايز يعمله، بس يعني هيكتب الورقة دي ويبدأ بقى في الإجراءات يشتغل عليها يعني، تمام؟ يبقى دي لحظة ميلاد المشروع اللي هو الستارتنج ذا بروجكت، تمام؟ مش ستارتنج بروجكت ان خلاص بقى المعدات جت وهتكسر وتحفر وتعمل، لا 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 خالص، اللي هو تحول المشروع من الخيال او من كلام كده فيربال لان يبدا يتحط على ورق. انا اعني ما اقول، يعني احنا هنشوف كمان شويه مع تقسيمه اخرى بدايه المشروع دي بيسموها ريجستريشن، يعني تمسك استماره كده وتكتب اسم المشروع كذا، البادجت هتبقى كذا، مش عارف نطاق الاعمال كذا، توصيف المشروع كذا، فاهمين يا جماعه؟ يعني ببساطه ناخدها كده ببساطه شديده جدا، اللي هي لحظه تحول المشروع من حاجة في الخيال أو في العقل لأن أنا أصيغها على ورق مكتوب قصادي، فأقدر أمسك الورقة دي أديها لحد تاني فيمسك يقرأ يفهم إن أنا بتكلم عن المشروع شكله إيه ومواصفاته إيه، مش مواصفات تفصيلية، لا مواصفات عامة أو وصف عام عنه. في الحالة دي يبقى أنت عملت ستارتنج للمشروع. طبعا لو حضرتك جهة حكومية هيبقى الكلام ده هينزل على الموقع الرسمي للقطاع الحكومي اللي انت تابع ليه او الاثوريتي اللي انت تابع ليها، مش بتكتبه على ورقه ايه درافت كده. لكن لو انت قطاع خاص ممكن يكون الورقه الدرافت دي هي ميلاد المشروع اللي هو ستارتنج ذا بروجكت. بيبقى فيها في مرحله اسمها الستارتنج بروجكت اللي هي المرحله ان انا بحوله كده من حاجه في خيالي او حاجه في عقلي الى حاجه بقى ملموسه مكتوبه كده على ورقه. طيب بديهي ومنطقي ان المرحله التاليه لان انا خلاص حطيت اللي في دماغي على ورقه هتكون هي بقى عمليات التجهيز للمشروع. يعني ايه؟ يعني ان انا بقى ابدا اجهز اللي هي حاجات زي اللي بتضم عارفين احنا في دوره حياه اداره المشروع زي مثلا انيشيشن والكلام ده، ان انا ابدا بقى اعمل له الخطط وابدا اجهز له لو محتاج اعمل له توصيل يبقى طبعا هعمل الديزاين بتاعه واعمل مش عارف ايه وهكذا، تمام؟ طيب يبقى organizing and preparation هيشمل بقى كل حاجه بقى زي خطط واحط بقى البادجت واحسبها هيكلفني كام وابدا ان انا اشوف هعمله في وقت قد ايه، هو البرنامج الزمني بتاعي والكلام ده كله، عظيم. وبعد كده بقى المرحله رقم ثلاثه كاري اوت ذا بروجكت، ابدا انفذ بقى المشروع، اجيب بقى معدات وعمال وشركات وناس وابدا اشتغل انفذ الكلام ده كله. طيب وبعد لما اخلص التنفيذ ابدا انهي المشروع اللي هو اندنج ذا بروجكت. يبقى الاربع مراحل دول يا جماعه هم دول من وجهه نظر البي ام بوك هم دول البروجكت لايف سايكل، هي عمليه ستارتنج ذا بروجكت بدء المشروع، بعد كده تجهيز وتنظيم للمشروع، وبعديها تنفيذ المشروع، وبعد كده انهاء المشروع. حاجه ليها تحتيها ما يسمى بالبروسيسز جروبس، فاكرينهم اللي هي الانيشيشن والبلاننج اكسكيوتنج يوازي اليها الكنترولنج بعد كده كلوزنج. الخمسه دول مع بعض احنا بقى قلنا دي مش دوره حياه المشروع، لا دي دوره حياه اداره المشاريع. عشان كده هتلاقوا ان ايه بنقول الخمسه دول بيخشوا على كل مرحله من مراحل المشروع. يعني على سبيل المثال وعايز افحص لو بصينا على المرحله الثالثه اللي هي التنفيذ، مرحلة التنفيذ ليها initiation وليها planning وليها execution وليها controlling وليها closing، المرحلة الأخيرة برضو كده، المرحلة الثانية برضو كده، المرحلة الأولى برضو كده، يعني كل مرحلة من المراحل دول بيكون فيها initiation و planning و execution و controlling وهكذا، تمام؟ طيب احنا بنتكلم في الكورس بتاعنا عن اللي هو موضوع التايم مانجمنت. التايم مانجمنت بيعتبروه في كتاب البي ام بوك هو واحد من عشرة نوليدج ارياز، يعني
احد المعارف الاساسيه بتاعه علم اداره المشاريع، تمام؟ زي مثلا الريسك، ده علم اخر، الكواليتي، ده علم ثالث، الكوست رابع، الستيك هولدر وهكذا. جميل؟ يعني هو احد الاجزاء العشره. طيب ليه بقول لكم الكلام ده؟ لان هتلاقوا فيه مكتوب كده 10 نولج ارياز داخلين في الخمسه دول، اللي هم ايه الخمسه دول؟ اللي هم الخمس عمليات بتوعة دورة حياة إدارة المشاريع، اللي هم الخمسة دول كلهم مع بعض بيخشوا كل مرحلة من مراحل المشروع. متخيلين كده يا جماعة الربط ما بين الكلام اللي بنقوله وبعضه؟ النقطة اللي أنا بقولها دي ما تقفوش فيها كتير. اللي يهمني فيها بس إن أنت تبقى عارف إن المشروع ممكن أقسمه إلى عدة مراحل. تمام؟ ده اللي يهمني. ومتقسم امامنا دلوقتي الى اربع مراحل. تمام؟ طيب هل ممكن نقسمه لمراحل اخرى او لفيزز؟ وهنشوف دلوقتي. طيب ده كان من وجهه نظر البي ام بوك اللي هو الصادر عن البي ام اي، بروجكت مانجمنت انستيتيوت الامريكي. عظيم؟ طيب يبقى ده اللي هو مين؟ البروجكت لايف سايكل. طيب ايه هي بقى الستيج جيت بروسيس اللي هي موضوع النهارده اللي انا عمال اقول لكم؟ ده موضوع مهم جدا وعايزين نفهمه ونعرفه ونعرف الكونسبت بتاعه. طيب احنا دلوقتي فهمنا ان في حاجه اسمها دوره حياه المشروع، يعني مراحل المشروع كلها من اول ما يبدا لحد ما ينتهي، من اول ما يتولد لحد ما يموت. كل مرحله من المراحل دي ممكن اسميها ستيج واعمل لها نهايه للمرحله اللي هي الجيت، اللي هي البوابه، اخر نقطه في المرحله. زي الصوره اللي على الجنب دي هتلاقوا في ستيج 1، ستيج 2، ستيج 3، ستيج 4، ستيج 5، ستيج 6، ستيج 7، ستيج 8، وكل واحده في نهايتها جيت. وانا هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه، بس خلونا الاول نفهم الكونسبت. وده بالمناسبه نفس الكونتنت اللي انا كنت بقدمه للمحترفين بتوع مكتب اداره المشروعات، تمام؟ عشان لان الكونسبت ده كان كونسبت جديد يعني يتم تطبيقه حديثا، فبالتالي كتير جدا مش فاميليار بيه ومش عارفين هو ايه وبيتطبق ازاي. فنبدا نركز مع بعض. ايه بقى موضوع الستيج جيت ده؟ هو على فكره جزء مهم جدا 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 عشان تعرف تعمل برنامج زمني. لو مش فاهمه صح هتبقى تاجر، تمام؟ لان احنا طبعا احنا دلوقتي بنتكلم عن احدث حاجه في اداره الوقت واداره المشاريع، احنا مش بنتكلم مثلا على بقى زي الثمانينات والتسعينات والكلام ده، لا احنا بنتكلم موديل اللي هو ما بعد 2020، تمام؟ طب ايه هي قصه الستيج جيت ببساطه؟ خلوني الاول احكي لكم حكايه كده بسيطه، لان هي دي من خلالها هنقدر ان احنا نفهم مدى اهميه وخطوره الستيج جيت وليه اتعملت، تمام؟ كان في احد المشاريع العملاقه والقوميه والضخمه. المشروع ده كان قيمته 27 مليار. بغض النظر عن كان المشروع ده مكانه فين، او 27 مليار دول هل هم دولار ولا جنيه مصري ولا ين ياباني ولا وات ايفر، بس خلونا ناخد بس الكونسبت نفسه كابسولوت. مشروع ضخم جدا وعملاق، تكلفته المبدئيه 27 مليار. مدته 4 سنوات. المشروع ده فضل حوالي مثلا 10-11 سنة ما خلصش، وهو طبعا خلص حاليا يعني، بس يعني بدل 4 سنين قعد مثلا حوالي 11 سنة في الرينج ده. وبدل ما يبقى 27 مليار وصل ل 54، يعني الضعف تقريبا او الضعف بالظبط. طيب السبب ايه؟ الشركات اللي كانت شغاله في المشروع ده شركات عملاقه و فيري 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 ادفانسد و فيري فيري بروفيشنال وحاجات زي كده. المين ريزون، هو طبعا بيبقى فيه اسباب كتير، بس السبب الرئيسي ان بعد انتهاء جزء كبير جدا من المشروع طبقا للبرنامج الزمني الاصلي بتاعه
التكاليف المنطقيه والمخططه والكلام الجميل ده كله، لان هو مشروع عملاق وضخم. فالشركات المنافسه بعد لما بتخلصه بتديه للجهه الحكوميه المشغله للمشروع. يعني ايه جهه حكوميه مشغله للمشروع؟ يعني نفترض ان هو المشروع اللي انا بتكلم عليه، نفترض ان هو محطه كهرباء، يبقى بعد لما الشركه المنفذه هتنفذه هتسلمه لشركه الكهرباء، هي اللي هتديره، هي الملكه بتاعته. نفترض ان المشروع اللي انا بتكلم عنه ده كان مطار، فبالتالي هيسلموه لهيئه المطارات بتاعت الدوله دي، هي اللي هتصبح الشركه المالكه والمشغله ليه. تمام؟ بس مثلا لو هو مطار، مش هتبقى بس شركه المطارات هي المسؤوله عنه، تمام، او هيئه المواني بتاعت الدوله هي المسؤوله عنه، ولكن في جهات امنيه، لان هو ده منفذ لدخول وخروج الناس والبضائع والحاجات دي، فلازم يكون في عده جهات مشغله في نفس الوقت. هي ده كله اي نعم بيبقى تحت اداره من اللي هي جماعه بتوع اداره المواني، بس داخل فيه بقى الامن الوطني والامن القومي وحرس الحدود ومش عارف ايه والجوازات، قصه كبيره جدا 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 يعني. لو المشروع اللي انا بتكلم عنه ده ميناء، فبرضه تقريبا نفس الفكره. عظيم. يعني ببساطه شديده اللي بنقول عليهم الستيك هولدرز كانوا كتار جدا ومهمين جدا، وليهم اشتراطات معينه ومتطلبات معينه عشان يديروا هذه المنظومه، يعني ما فيهاش فصال. يعني ايه ما فيهاش فصال؟ يعني نفترض ان في متطلبات معينه تخص احد الجهات الامنيه، لو ما لقاش المتطلبات بتاعته دي موجوده في المشروع هيقول لك انا مش مسؤول عن الكلام ده ومش هعرف ادير امنيا، لازم تحط لي كذا الانفراستراكشرز الخاصه بيهم. وهم كل بقى جهه وليها الانفراستراكشرز بتاعتها بقى ومتطلباتها وتفاصيلها والكلام ده كله. تمام؟ ففعلا ببساطه شديده جدا ان المشروع الضخم ده بعد لما وصل لمرحله كبيره من التقدم في الاعمال، لما جت الجهات المشغله، ان كان جزا جهه وجهات كبيره جدا ومهمه جدا، ان هي عايزه بقى تشوف عشان هتستلم المشروع، كتير منهم طلب متطلبات ما كانتش موجوده لا في التصميم ولا في التنفيذ، وقال لك احنا عاملين الكلام ده بقى على البيست ستاندرد وعلى مش عارف ايه، وحتى في مش عارف مشروع زي مش عارف ايه دوله ايه الكبيره جدا ومش عارف، قال لك مالناش دعوه، احنا لينا اجهزه معينه ولينا حاجات معينه ومتطلبات معينه، مش هنعرف نشتغل ولا نسيطر على هذه الفاسيلتي بدون ما تكون موجوده، الانفراستراكشرز بتاعه المشروع ده لا تتطابق مع المتطلبات بتاعتنا. حقهم طبعا، حقهم، ما هم المسؤولين عن التشغيل. جهات كتيره بقى وراحت حاطه لسته من المتطلبات الكتيره قوي، تمام، وغير المبالغ فيها. يعني هي الناس دي مش بتبالغ ولا ان هي لا سمح الله عايزه تعطل، لا، بس هي الناس دي زي انت مثلا علشان تشتغل حاجه معينه تقول لي والله انا محتاج كذا وكذا وكذا، اجي اقول لك لا، ما زميلك ده شغال جاب حته ايباد صغير كده وبيقعد، انا ما بشتغلش بالايباد ده، انا يا سيدي بشتغل بكمبيوتر كبير وشاشه وبتاع، ما بعرفش اشتغل غير بالطريقه دي، او العكس بالعكس. ببساطه كده ده معناه. المهم المشروع ده نتيجه المتطلبات الكتيره قوي من جهات لا يمكن ان احنا ينفع نقول لهم لا، طب وتشوفوا مش عارف ايه، ومش من مصلحه حد، فبالتالي كان لازم يتم إعادة أو ما نسميه بقى بالإيه، بالتشينجز اللي في المشروع. حصل تشينجز فيري اكستريم في التصميم وإعادة التصميم ومش عارف إيه، لحد ما كل المتطلبات بتاعة هذه الجهات اتعملت كما يريدون وكما يعني زي ما طلبوا بالظبط، عشان المشروع إيه إن هم يستلموه ويشغلوه. عظيم. مما أدى إلى تضاعف البادجت، تمام، وزيادة المدة الزمنية بشكل كبير جدا. طيب السؤال هنا، لو احنا كنا في المشروع ده جينا مرحلة بمرحلة واشرقنا هذه الجهات، يعني المشروع كان لسه على ورق وهو تصميمات، لو كان راح للجهات دي، هديكم مثال مثال سهل جدا وبسيط عشان نسهل الامور. انت النهاردة ببساطة شديدة جدا عملت مبنى تجاري، مظبوط، جبت مصمم محترم ومكتب هندسي وعمل لك التصميم وجبت شركه مقاولات ونفذت. حلو. قبل ما بتشغل المبنى التجاري بتروح لمين؟ للدفاع المدني. ده في اي دوله، في مصر، في السعوديه، في الكويت، في الامارات، في الجزائر، في اي دوله كده بنيت المبنى التجاري بتاعك، بتروح تجيب الدفاع المدني عشان تحصل على موافقه الدفاع المدني.
يجي لك الدفاع المدني على سبيل المثال يقول لك اه ده مبنى تجاري مش ده لازم يكون مثلا في 3 سلالم هروب ومساحه السلمه عرض السلمه لا يقل عن كذا. هتقول لي ما المفروض الديزاينر عامل حسابه في الكلام ده. يا جماعه الموضوع مش 1 + 1 = 2 في مجال الهندسه، لا خالص. بتلاقي مثلا متطلبات اتغيرت اتعدلت في مش عارف اجراء جديد نزل، يعني حته التغيرات والتعديلات وكده يعني مش الناس حافظه الف وباء وجيم كله زي بعضه، لا اطلاقا. الموضوع فيه في رينج واسع واسماء كبيره وضخمه ومش عارف ايه، وتلاقي في الاخر عامله شغل مش متوافق مع احدث متطلبات للدفاع المدني اللي موجود، والدفاع المدني من الجهات اللي ما بتهزرش، لان لو لا قدر الله حصل حريق او حاجه وحصل في اسماء كبيره ومرات كبيره وبدون ذكر اسماء وفي دول كبيره جدا وحصل حرائق، الدفاع المدني هو بيبقى هنا الجهه اللي ماضت بتبقى مسؤوله مسؤوليه كبيره جدا. فبالتالي ما فيش حد فيهم زي ما بنقول كده بيتهاون، مستحيل مستحيل، تمام، لان ده حياته، تمام. فبالتالي الدفاع المدني، تخيل انت بقى عملت كده اللي هو المبنى التجاري بتاعك، وجم الجماعه بتوع الدفاع المدني قاس وقال لك لا يا عم ده السلم ده ضيق ما ينفعش. ساعتها محتاج ايه بقى؟ ده انت هتكسر السلم كله، كل البتاع ده اهو اللي هو المبنى التجاري، وتعمل مش عارف ايه وتشوف هل تتحل هندسيا ولا ما تتحلش، قصص كبيره جدا وعلى حاجه تافهه وحاجه صغيره وممكن تكون محتاج 5 سم. هو مش هيتنازل عنه، يعني هو بتاع الدفاع ما هيقول لك ماليش دعوه انا مش هدي لك الرخصه، انا عايز عرض السلم كذا، انت عرض السلم بتاعك ضيق ومش هيرد عليك تاني، هيقول لك الكلمتين دول وهيمشي. هل هو وحش؟ لا بالعكس، ده هو صح جدا، لان هو الابعاد اللي هو بيتكلم عليها اللي هي بيزد اون بيست براكتس هي انسب حاله في حالات الطوارئ. افرض لا سمح الله في زلزال، في حريق، في حاجات زي كده، لازم الناس تلاقي سلم بعرض معين ان هو يتسع ليهم ان هو يخرجهم بامان. بس فهو لن يقبل ان هو يخاطر بارواح الناس. طيب السؤال بقى اللي هنا او الفكره اللي هنا، احنا النهارده لو كان معانا التصميمات دي ورحنا للجماعه اللي هم بتوع الدفاع المدني ويا جماعه شوفوا ادي عرض السلم كذا، ادي توزيعه السلم السلالم كذا، ادي كذا ادي كذا ادي كذا، مش هم لو ليهم متطلبات هنا وقال لك لا عرض لي السلم هيبقى الموضوع سهل جدا، ده انت هتمسح خط وترسم خط موازي ليه، تمام، لو انت في مرحله التصميم. طيب لكن بعد لما نفذت المشروع انت معناها هتكسر حيطان وتبدا تعمل من اول وجديد، وده لو ينفع وهتاكل من محلات يعني هتبقى قصه كبيره جدا، عظيم. بس كده هو ده بقى الكونسبت بتاع الاستيج جيت. هو الاستيج جيت ببساطه شديده جدا بيقول لك انا عايز اقسم المشروع على عده مراحل، وقبل ما انتقل للمرحله التاليه اكون مطمئن ان انا عملت كل ما هو متطلب مني في المرحله السابقه، وبطريقه مسستمه، ومش عايزين الناس تفتي ولا عايزين عباقره، احنا عايزين نحط طريقه مسستمه كده الناس تمشي عليها خطوه بخطوه، تمام. عشان كده بنقول ان هو بروفايد بروجكت ديليفري، ديليفري بروجكت ديليفري يعني ان انا ايه؟ اسلم المشروع، زي كده الراجل الدليفري اللي بيجيب الاكل، الدليفري اللي بيجيب الاكل اللي احنا بنسميه دليفري ليه؟ ان هو ده اللي بيسلمك الطلب اللي انت طلبته، تمام؟ فعشان اسلم المشروع للجهه صاحبه المشروع انا محتاج اعمل طريقه كده مسستمه ما يبقاش فيها لخبطه، اللي هي تبقى 1 2 3. وبيقول لك ان هو ده كل ستيج بتحتوي على ليست اوف deliverables اللي هي الحاجات اللي مطلوب ان انا اعملها في هذه المرحله، تمام، واجي وراجعها من الجهات اللي هتستلم بعد مني المشروع بعد لما يخلص، تمام. يبقى كده بالتالي ان احنا هنتجنب مشاكل كتيره جدا جدا جدا، يعني هيبقى في انشور ان البروجكت يعني من ضمن اهدافها ان هي تضمن ان البروجكت بتاعي مش هيدخل على المرحلة التالية إلا ما يكون خلص كل متطلبات المرحلة اللي هو فيه. عظيم؟ ليه؟ عشان عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أنت كلما اكتشفت الخطأ متأخر كلما دفعت فلوس كتيرة جدا 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 وضيعت وقت كتير قوي 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 عشان تصلح. افتكروا يا جماعة المثال اللي أنا قلته لكم ده. لو الراجل بتاع الدفاع المدني شاف عرض السلم وهو لسه على اللوحة، تمام، وقال لك ده ضيق وزوده لي 5 سم او 10 او 50 سم او متر ونص او اي رقم، هيبقى سهل جدا. كل اللي هيحصل ايه؟ هنمسح خط بالاستيكه ونرسم خط موازي ليه، ونرجع نعيد بقى توزيع المساحات تاني على ما تبقى من المحلات والاريات المتوفره. بس لكن تعمل الكلام ده وده مبنى تجاري خلاص او مستشفى مثلا او وات ايفر اتبنت وخلصت، معناها بقى هد السلم ده كله وكسره وخش لي على الشقق خد منها واعمل وسوي وقصص، مظبوط؟
ودي بقى الطريقه اللي ودي النقطه اللي هي المهمه جدا ان انا عمال اقول لكم عليها. نتخيل بقى المشروع اللي احنا اتكلمنا عنه وما قلناش اسمه، هو اللي كان ضخم جدا ده وكان تكلفته 27 مليار. نفترض ان الجهات دي المشغله اللي هم الستيك هولدرز كانوا راجعوا التصميمات كلها من البدايه. كان اكيد 80% من المشاكل دي كانت اتعدلت من بدري. بس هو عشان برضو حقه يقال يعني البروجكت مانجمنت زي ما احنا عارفين من العلوم اللي بنقول عليها بيست براكتس، يعني الناس ما طلعتش الكلام ده الا لما اتلسعت مره واثنين وثلاثه واربعه، فابتدوا ان هم يحولوا اللي اتلسعوه ده ليه يقول لك احسن ممارسات. يعني قصه الستيج جيتس والكلام ده ما طلعتش كترند الا لما يعني المشروع اللي انا بحكي لكم عنه ده كان قبل الكلام ده بفتره طويله، فبالتالي ما كانش فيه الكلام ده. لكن لو الكلام ده كان موجود ومطبق اكيد المشروع ده كان من اول المشاريع اللي هتطبقه، ما كانش هيحصل او كتير جدا من المشاكل اللي اتعرض اليها ما كانش هيتعرض اليها. تمام؟ ده مش كده وبس، ده بيقول لك طريقه الستيج جيت دي بتخليك ان انت تتعلم، كل مرحله بتكتسب دروس كده ليسون ليرند تخليك لما تنتقل على المرحله اللي بعديها تبقى ايه اكثر نضجا واكثر سهوله ان انت تتعامل مع موقف. ومشاريعك المشابهه برضو هتبقى انت ايه اتعلمت من المشاريع السابقه واليمينيت الريسك ان هو ينتقل من مرحله للتانيه. يعني انا لو كان عندي ريسك ان في عندي مشكله في التصميم، لو انا راجعت مع الجهات المعنيه بعد لما خلصت مرحله التصميم وبصوا عليها هيكتشفوا الاخطاء بتاعه التصميم، مش هقع فيها وانا في التنفيذ. تمام؟ طيب الستيج جيت مين رولز دي، كل الحاجات اللي انا بقولها لكم دي هي نفس الكونتنت اللي انا تقريبا اللي انا كنت بعمل تريننج بيه للناس المحترفين في مكتب اداره المشروعات. تمام؟ الجزء اللي بقى نظري كده هنبقى ناخده بسرعه، عشان كده الحته دي انا عمال اركز فيها واعيد وازيد فيها. طيب تاني ببساطه شديده، يعني ايه بقى ستيج جيت؟ احنا اتفقنا من شويه ان انا عندي حاجه اسمها دوره حياه المشروع. يعني ايه دوره حياه المشروع؟ يعني المشروع من اول يوم ليه لحد اخر يوم ليه، الفتره دي كلها اسمها دوره حياه المشروع. تمام؟ دوره حياه المشروع دي انا ممكن اقسمها على عده مراحل، وزي ما شفنا كتاب البي ام بوك مقسمها على اربع مراحل. عظيم. طيب التقسيمه اللي انا موريها لكم دي يا ريت خصوصا الزملاء اللي بيسمعوا المحاضره دي داخل المملكه العربيه السعوديه، سواء هو كان سعودي او مقيم يعني شغال داخل المملكه العربيه السعوديه، يحفظ دي صم. ليه؟ لان دي متاخده من الناشونال بي ام او، هو اسمه حاليا اتغير. تمام؟ اللي هو المكتب الوطني لاداره المشروعات. مين هو المكتب الوطني لاداره المشروعات؟ تم تاسيسه في سنه 2017، مكتب وطني يحط احدث وافضل ممارسات اداره مشروعات في كل التخصصات بتاعه اداره المشاريع، ويبني منظومه متكامله لكل الجهات الحكوميه داخل المملكه العربيه السعوديه، بحيث يبقى في تناغم عالي جدا جدا ما بين الجهات وبعضها وكله يتكلم نفس اللغه تقريبا. فهم لما طلعوا اجراء اسمه الستيج جيت قسموا الستيج بهذه المسميات وهذا التدريج. فبالتالي احب قوي ان انتم تبقوا فاميليار بالذات اللي هو بالمناسبه ده غالبا هو اللي منتشر في الكل، بس انا بقول خصوصا او بشير للريفرنس اللي انا خدت منه هذه الصوره طبعا، وهم عاملينه عشان الناس تستخدمه وعاملينه عشان يتحط في البيست براكتس على 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 كامل السعوديه يعني. تمام؟ فهيبقى مفيد قوي 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 للي شغالين داخل المملكه العربيه السعوديه ان انت تبقى فاميليار باسماء الجيتس او الستيج سوري اللي موجوده اللي هي مقسمين المشاريع اليها. تمام؟ اللي هم 8. عظيم. اول مرحله خالص هي مرحله الريجستريشن، وقال لك هيبقى فيه، وهو حاليا هذا الكلام مطبق بالفعل. عظيم. وانا بقول لحضراتكم الحمد لله كان ليا الحظ ان انا ابقى من اولى مكاتب اداره المشروعات اللي على مستوى المملكه كلها اللي تطبق هذا الكونسبت، وبالتالي الحمد لله يعني احنا فهمناه من الناس اللي عملته نفسها. عظيم. طيب
اول مرحله خالص يا جماعه قال لك ان في البوابه الحكوميه، لما تيجي الحكومه انت بقى في اي جهه، انت مثلا تبع وزاره الدفاع، انت تبع وزاره الداخليه، انت تبع وزاره الصحه، عندك مشروع، اول حاجه لحظه ميلاد المشروع انك تسجله على البوابه الحكوميه اللي هي البورتال، جفرنمنتال بورتال، تمام؟ وقال لك هو في بوابه تبع الناشونال بي ام او اللي هو حاليا داخل المملكه العربيه السعوديه اصبح اسمه هيئه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، تمام؟ تعال على البورتال بتاعهم وسجل المشروع بتاعك. ليه؟ عشان برضه يضمن الشفافيه. انت النهارده جهه حكوميه عندك مشروع، هتروح تعلن للناس كلها داخل وخارج المملكه ان انا عندي مشروع اسمه كذا كذا. فيسهل للناس كلها اللي عايزه ان هي شركات مقاولات او مكاتب هندسيه او حاجات زي كده ان هي تعرف تفاصيل المشروع، وبالتالي تقدر ان هي تخش تقدم عليه، وان هي مثلا تاخد نطاق اعمال تنفذه في حاله من حالات الايه التنافسيه العادله والشفافيه المطلقه، تمام؟ ليه؟ لان هو موجود على البوابه الحكوميه ومعلن للناس كلها. فدي اعتبروها اول مرحله من مراحل المشروع، ان انا اسجل المشروع على البوابه الرسميه الحكوميه. عظيم؟ طيب. تاني مرحله يبقى انا هلاقي ايه؟ اهي الستيج، تمام؟ زي مثلا الريجستريشن، تلاقي في اخرها حته كده مكتوبه جيت 1. يبقى اذا في مرحله الريجستريشن مش سجل وخلاص، لا، يعني لازم اكيد في التسجيل ده في حاجات معينه تكون متسجله، عشان الناس اللي تفتح وتقرا تفهم. ما هو انت مش مسجله عشان تقول انا سجلت، لا، انت مسجله علشان الناس في شركات ومكاتب هندسيه تستفيد بالمعلومات اللي انت حاططها. فاذا في هذه المرحله لازم نتاكد في الجيت دي قبل ما نقول اه خلاص مرحله التسجيل تمت على خير وكامله، لازم نتاكد ان في حاجات معينه اتعملت، والا مرحله ريجستريشن نقول عليها ما خلصتش لسه. عظيم؟ وبرده عايزك تتخيل ريسك، او عايزك تتخيلي ريسك. نفترض ان في معلومه مهمه ليها علاقه بنطاق الاعمال ما اتكتبتش، اتنست، اتعملت، اتسلقت زي ما بنقول، وات ايفر. اتسلقت ده يعني مصطلح ان هي اتعملت بسرعه، فبالتالي مش واضحه، مش منطقيه، وهكذا. وجم الجماعه اللي هم الشركات المتنافسه وقرت الكلام وما فهمتش منه حاجه، وكل واحد فهم بطريقه مختلفه، ما اكيد ده هيأثر على العرض المقدم وهيأثر على المشروع لما يبدأ وهكذا. فبالتالي لما كل مرحلة تستوي بهداوة وتتعمل صح، أكيد هيخلي المرحلة التالية اللي بعدها تكون أفضل وأسهل وأيسر، تمام؟ فبالتالي بعد مرحلة التسجيل في مرحلة الانيشال بلاننج، التخطيط المبدئي. بعد التخطيط المبدئي برضو في جيت اسمها جيت رقم 2، هنراجع على الانيشال بلاننج، بعدين نخش التندر فور ديزاين، ان احنا نجهز التندر اللي هو العطاء للمكاتب الهندسيه المتنافسه اللي هتعمل التصميم، بعدين يبقى في ديزاين، وبعدين بعد الديزاين يبقى في تندر فور كونستراكشن اللي هو التنفيذ. طبعا انا جايب لكم مثال كونستراكشن، احنا الماده بتاعتنا المفروض على كل حاجه مش للمشاريع الهندسيه بس، بس اللي انا اقصده الكونسبت ان اي مشروع عندك او اي منتج عندك بيتم على مراحل، تمام؟ كل مرحله المفروض يبقى يكون ليها جيت تتاكد ان في حاجات اساسيه من المرحله دي اتعملت بالفعل. طيب، في بقى ناس مسؤولة عن هذه الأمور. أول واحد اسمه الجيت كيبر. الجيت كيبر اللي هو هيبقى أعلى سلطة مسؤولة عن البوابة دي. هو اسمه كده كأنه حارس بوابة. إيه بقى موضوع حارس البوابة ده؟ عشان أقرب لكم الصورة، الموضوع يعني حتى لما احنا طبقناه كان لاحد الوزارات الكبرى، تمام؟ احنا كنا مكتب اداره المشاريع بتاع الوزاره دي، مكتب استشاري الخاص باداره المشاريع لهذه الوزاره. فبالتالي من مقام الوزاره نفسها في ممثل للوزاره هو المسؤول والمشرف العام، يعني هو الكلاينت بتاعنا، هو اعلى سلطه بالنسبه لنا. يعني ببساطه لما مثلا احنا كمكتب استشاري هندسي نطلع مستخلص، الفلوس مش هتتصرف الا بموافقه هذا الشخص اللي هو بيقول اه الناس دي عملت شغلها صح طبقا للعقد اللي ما بين الوزاره وما بين هذا المكتب الاستشاري. عظيم؟ فكان دايما الجيت كيبر هو هذا الشخص اللي هو رقم واحد من مقام الوزاره الذي يمثل الوزاره ان هو امام هذا المكتب الهندسي. فانتوا متخيلين مدى حجم
قوه السلطه بتاعته بالنسبه لنا. طيب هنا السلطه مفيده ليه؟ لان ببساطه شديده جدا زي ما احنا هنشوف دوره عامل ازاي، فلازم يكون ليه سلطه. وافتكروا بقى الكلمه دي، الجيت كيبر هو اساسا عشان هو في اي بي او في في اي في في اي بي، حد مهم جدا جدا جدا، فهو ما عندوش وقت يشتغل بايديه في تفاصيل هذه العمليات. فاللي هنشوفه دلوقتي ان هو اللي في ايديه سلطات فقط لا غير، وسلطات مطلقه. تمام؟ التفاصيل نفسها والشغل نفسه بيتم من خلال ناس تانيه. عظيم؟ بس هنشوف بقى اهميه ليه الراجل ده لازم يكون عنده سلطه مطلقه كده. جميل؟ يبقى اول حاجه نشوف دوره بس. دوره يا جماعه اول حاجه هو اللي بيدعو ل اللي هو الكيك اوف ميتنج، او بمعنى ادق هو بيحضر الكيك اوف ميتنج. ايه الكيك اوف ميتنج؟ اللي هو هو كيك اوف اللي هو زي ايه لما بيتقال في كره القدم كده ان انت تشوط الكوره، اللي هو ضربه البدايه يعني. فبدايه الجيت او الستيج تمام هو بيحضرها. يبقى الاجتماع الاول لبدء المرحله هو بيحضره. عظيم؟ فهو بارتيسيبيت ان ذا كيك اوف ميتنج، هو بس بيشارك. بالمناسبه مش هو اللي بيترأس الاجتماع. حلو؟ طيب ومن ادواره، وهو ده السبب الاساسي ان هو معاه، او من ضمن الاسباب الاساسيه ان هو لازم يكون معاه سلطه مطلقه، ان هو ده اللي هيوافق على الليست اوف ديليرابلز. ايه هي الليست اوف ديليرابلز؟ هو اساسا ايه هي الفكره بتاعت الستيج ديت؟ الفكره بتاعتها ان انا بقول انا في مرحله تصميم مثلا لازم اكون عامل كذا وكذا وكذا ومراجع كذا من الجهات الفلانيه كذا وكذا وكذا. قائمه التاسكات دي بنسميها ديليرابلز. تمام؟ الليست اوف ديليرابلز دي هو بيراجعها وبيوافق عليها ويقول فعلا هي دي كل المتطلبات المطلوبه للمرحله دي، او يقول لا يا جماعه لسه في كذا وكذا وكذا وكذا. طيب عشان كده بقول لكم ان ده لما يكون هو اعلى سلطه من مقام هذه الوزاره، ف كمكتب استشاري مش هيبقى عنده الجرأه ان هو مثلا ايه يتهاون بالتعليمات بتاعته او بالكلام بتاعه، لا هو قال لك كذا يبقى كذا، ما فيهاش هزار. تمام؟ طيب وهو كذلك الوحيد اللي هيقرر اذا كنا يقول خلاص فعلا متطلبات المرحله كلها خلصت، متطلبات المرحله اللي هي ايه؟ الديليرابلز. يقول اه فعلا انتوا خلصتوا كل الحاجات اللي المفروض كنتوا تعملوها في المرحله دي، فاوكي جو، او يقول لا نو جو، لسه ما خلصتش ولسه الحاجه بتاعتها دي ما استوتش، خلصها كويس وبعدين ابقى اديك الموافقه ان انت تنتقل للمرحله اللي بعدها. تمام يا جماعه؟ حاجه بقى مهمه جدا وجميله جدا ان هو ده اللي هيعمل يعين الجيت كوردينيتور. الجيت كوردينيتور ده بقى هو حمال الاسيه عشان نبقى بس عارفين. تمام؟ يبقى ببساطه شديده جدا الجيت كيبر ده هو الراجل اللي معاه سلطه مطلقه، هيشتغل بايده مش هيشتغل بايده، حتى مش هيترأس الاجتماعات، هو هيشارك بس او هيحضر كده الاجتماع الاول والاجتماع الاخير. تمام؟ وممكن بعض الاجتماعات المراجعه اللي في النص يجي كده يشقر على الناس ويمشي، وده فعلا كان بيحصل بالحرف، لان هو راجل مشغول جدا وراجل مهم جدا جدا ومعاه حاجات كتيره قوي قوي اهم من تفاصيل الشغل بتاعه. تمام؟ ولكنه هو اللي معاه السلطه، هو اللي معاه المفتاح. يقول لك اه ابدا المرحله دي، ففعلا نبدا نشتغل فيها. تمام؟ وهو بيعين واحد بقى مهم جدا اسمه الجيت كوردينيتور. هنبدا بقى نشوف الايه؟ مين الجيت كوردينيتور؟ مبدئيا كده ببساطه احنا بنقول لكل مرحله من المراحل في لسته كده او قائمه من المتطلبات. متطلبات زي ايه؟ زي يقول لك مثلا نعمل برنامج زمني، مطلوب ان يكون في مثلا سجل مخاطر، مطلوب يكون في مثلا اعتماد اللوحات الهندسيه من كذا، مطلوب ان يكون في مراجعات تمت مثلا من الدفاع المدني، مطلوب مراجعات تمت من شركه المياه والكهرباء، مطلوب مراجعات تكون حصلت مش عارف ايه. فهمتوا يا جماعه؟ طيب هو بيبقى راجل ذكي جدا اللي هو الجيت كيبر وعنده خبره ثقيله جدا بالاضافه للسلطه اللي معاه، ان هو ايه؟ لان مثلا اغلب الديليرابلز جايه من قسم الانجنييرنج مثلا، فاقول لك خلاص انا هخلي الجيت كوردينيتور هو رئيس قسم الانجنييرنج. تمام؟ فهو اللي بيعين الجيت كوردينيتور. يجي بقى الجيت كوردينيتور ده يبدا يعين اللجنه بتاعه الجيت، يعني كل مرحله ولها كوميتي، لجنه. يعني ايه لجنه؟ يعني مجموعه من الاشخاص. مين اللي بيحددهم؟
هو الجيت كوردينيتور. طب بيحددهم بناء على ايه؟ هل عشان هم اصحابه؟ لا طبعا، وبيحددهم على حسب اي متطلب من اي قسم لازم يعين واحد من القسم ده. يعني لو لقى في متطلب من متطلبات الجوده يبقى يقول لي هات لي واحد من قسم الجوده، من الريسك هات لي واحد من الريسك، من البلاننج هات لي واحد من البلاننج. فهمتوني يا جماعه؟ فهو بيعمل كوميتي اللي هي تمثل كل المتطلبات اللي موجوده. يبقى بقى الجيت كيبر مش فاضي انه يشوف المتطلبات دي طبعا انهي اقسام ومش عارف ايه ويقول لي حط لي اسماء الناس. الراجل ده مش فاضي خالص للكلام الفاضي ده، او مش اسف هو مش كلام فاضي طبعا، بس هو مش فاضي لهذه التفاصيل. فاهماني؟ هو مين بقى اللي فاضي للتفاصيل الفنيه والشغل بالايد ده؟ هو الجيت كوردينيتور. تمام؟ فهو هيحدد اللجنه. تاني حاجه هيكتب القايمه بتاعت كل الديليفرابلز اللي هي اللي لما نقول دي كلها خلصت يبقى خلاص المرحله بتاعت المشروع خلصت. هو اللي هيترأس الاجتماع. ليه هو الجيت كيبر ما ترأسش الاجتماع وخلى ده اللي يكون رئيس الاجتماع؟ لان هو عايز ان يبدا يديله سلطات وصلاحيات انه يشغل الناس دي كلها والناس تسمع كلامه وتبدا تجهز له المتطلبات بتاعته. وهو اللي هيخلص المسؤول ان هو يجمع كل هذه المتطلبات من الناس ويحطها في قائمه وبعدين بيعرضها على الجيت كيبر. وهو اللي بيجدول الاجتماعات، وهو دايما اللي بيترأس، لان احنا كل فتره كده كنا نجتمع نشوف البروجرس كل واحد عمل ايه في المتطلبات بتاعته. فمين اللي بيترأس الاجتماع كل مره؟ يعني يكون رئيس الاجتماع هو برضه الجيت كوردينيتور. ما انا بقول لكم هو حمال الاسئله. تمام؟ وهو برضه اللي هيجهز السمري ريفيو اللي هيعرضه على الراجل الكبير اللي هو الجيت كيبر. ولو حصل اي نقاط فنيه فيها مشاكل او حاجات زي كده بيروح هو للاقسام ويحلها ويتابعها بنفسه وهكذا. طيب في بقى الجيت كوميتي. مش احنا اتفقنا ان احنا دلوقتي هو الراجل ده اللي ماسك الجيت كيبر ده راجل حكيم جدا، بيشوف متطلبات، لقى مثلا الليست اوف ديليفرابلز مثلا مكونه من 10 حاجات، 10 حاجات، 6 انجينيرنج، واحده في الريسك، واحده في الكنترول، واحده في كذا، واحده في كذا. فيروح جايب بتاع الانجينيرنج يخليه الجيت كوردينيتور. جه الجيت كوردينيتور لقى ان في متطلبات من عنده من الانجينيرنج، متطلبات من قسم التخطيط، متطلبات من الريسك، فهيحط اللجنه ريسك زائد تخطيط، لقى حاجه جوده، هيجيب واحد كمان من الجوده، يبقى اصبح اعضاء اللجنه مثلا 4، هم دول الجيت كوميتي. تمام؟ كل واحد بياخد المتطلب الخاص من عنده من القسم ياخده يروح يشتغل عليه ويرجع له تاني. تمام كده؟ فكل واحد في اللجنه، يعني انا كنت عضو في اللجنه دي في كل اللجان بتاعت الستيج، يعني من الستيج 1 لستيج 8، لان كل واحده من دول كان فيها متطلب مرتبط بالريسك، وانا البوزيشن بتاعي كان الريسك دايركتور في البي ام او ده. تمام؟ فاذا انا كل جيت من دول كنت عضو فيها، كنت واحد من الكوميتي، كنت الحمد لله برضو محظوظ ان انا ما عنديش متطلبات كتيره، ان انا ما كنتش الجيت كوردينيتور او حمال الاسيه بتاع الجيت كلها. تمام؟ طيب فاول حاجه هو بيقول لي والله يا دكتور نايل انت عندك متطلبات، هتجهز لي مثلا ابديت للريسك ريجستر وتجهز لي مثلا البروسيدر الرسمه بروجكت مانجمنت بروسيدر مثلا، يعني عايز منك 2 ديليفرابل. انا لازم اراجع الكلام ده واقول له اه فعلا الكلام ده صح، لانه جايز يكون حاطط ديليفرابل خطا او حاجه زي كده، فاقول له لا ده مش منطقي، ده المفروض يجي الجيت اللي بعديها او حاجات زي كده. فراجع واوافق اقول اه فعلا دي المتطلبات المطلوبه من القسم بتاعي وانا موافق عليه. فاذا ده دور عضو اللجنه، زي ما انا بعمل في الريسك زملائي بقى في التخطيط وفي الكوست وفي الكواليتي في الكونتراكت برضو بيعملوا هذا الكلام. وكونفيرم الديليفربل كومبليت. وبعد كده طبعا احنا بنقول بقى هم زي ايه مثلا الجيت كوميتي؟ زي مثلا اللي هم كل الفانكشنال ديبارتمنتس زي الانجينيرنج، الكونستراكشن، سيفتي، كونتراكت، كواليتي وهكذا. طيب في بقى الفانكشنال ديبارتمنتس. يعني فانكشنال ديبارتمنتس؟ انا جاي مثلا انا كنت الدايركتور بتاع الريسك، يبقى الديبارتمنت بتاع الريسك هو احد الفانكشنال ديبارتمنت، لان انا مش باخد، يعني انا كعضو في اللجنه مش معناها ان انا هعمل الشغل بايدي، لا انا عندي فريق عمل ببدا اخد الكلام ده وبعرضه عليهم اللي هم الفانكشنال ديبارتمنت بتاعي، وبنبدا بقى اجري على الكي ستيج ستيج ديليفرابلز وان احنا كومبليت الحاجات اللي مطلوبه مننا دي ونمضي عليها. وبيبقى القسم طبعا سبورت الجيت كوميتي في اي طلب ان هو ممكن يطلبه، او لو حصل تضارب ما بين طلباته بعضها، حاجه مثلا من البلاننج على حاجه من الريسك على حاجه من القسط، بنقعد ونجتمع وندرس الموضوع ونحل
هذه الايه؟ القصه. بس الجزء اللي فات ده كله يا جماعه هو بالظبط اللي انا كنت دايما بقدمه للناس عشان اوضح لهم ما معنى هو الستيج جيتس، وهي متقسمه ازاي طبقا للنظام السعودي الحالي المطبق ان هم الثمانيه، وايه هم اسمائهم، ويعني ايه جيت كيبر، ويعني ايه جيت كوردينيتور، ويعني ايه جيت كوميتي، وهكذا. تمام؟ بدايه من هنا بقى هنبدا نقول شويه الكلام اللي هو النظري اللي هو حول الكلام اللي احنا قلناه. بس الكلام اللي فات ده انتوا لو فهمتوه كويس جدا يبقى كتر الف الف خيركم. ايه هو اللي يهمني ان انتوا تكونوا فهمتوه؟ ان دوره حياه المشروع هي ببساطه من بدايه المشروع لنهايته. وانا بمسك دوره الحياه دي بقسمها لمجموعه من الستيجز المراحل، وكل مرحله عند نهايتها بسميها البوابه المرحليه اللي انا بقول عندها ستوب، لازم اراجع كل المتطلبات بتاعت المرحله دي واطمن انها خلصت. مين الوحيد اللي لها سلطه؟ واحد اسمه الجيت كيبر. ده بيبقى سلطته عاليه جدا جدا جدا، هو يقول ايوه جو للنكست ستيج او نو جو. عظيم. هناخد بقى الموضوع من يعني منظور اشمل واوسع. يعني انا حتى المثال اللي انا اديته على احد الجهات الحكوميه وعلى مكتب اداره المشروعات الخاص بيها. طب بالنسبه بقى مثلا للشركات، بالنسبه للمشاريع القطاع الخاص، للكلام ده شويه الكلام اللي احنا هنشرحهم دول بقى هي ايه؟ هيستعرضوا الامور كلها من كافه الجوانب. بس انت لو فهمت على المثال اللي انا اديته لك هيبقى الباقي كله سهل. عظيم. فهو ببساطه السبب الاساسي اصلا هنا بقى حته فلسفه شويه او مش عارف ايه، يعني ممكن ما تفرقش معانا عمليا، يعني انا يهمني ما معناها وايه مكوناتها والكلام ده كله. لكن بقى اتعملت ليه ومش اتعملت ليها، وبيقول لك علشان ان الشركات بيبقى موضع القرار فيها من فوق لتحت اللي هو توب داون، يعني من اعلى راس هو بياخد القرار واللي تحت منه بيبداوا ينفذوه مش عارف ايه، فعلشان يشركوا الناس ففكروا ان هم يدخلوا. لكن عايز اقول لكم بصراحه هو السبب الرئيسي زي المثال اللي انا قلته لكم، عده مشاريع جت في المراحل الاخيره بتاعتها وواجهت مشاكل كتير جدا وقال لك يا ريتنا كنا راجعنا الكلام ده من البدايه، فعملوا الموضوع ده ان هو عمل المشروع ما يبقاش وان شوت بس، لا يبقى مقسم لعده مراحل، ويقول لك في كل مرحله اتاكد ان اللي مطلوب مني في المرحله دي اتعمل وجهز، وتراجع من الجهات المعنيه ببساطه شديده. وبالتالي هيبقى الستيج جيت هي طبعا ببساطة اللي هي المراحل الأساسية بتاعت اللايف سايكل بتاعت المشروع. هي كمان بتدي ميزة غير كل اللي أنا قلت، يعني بالإضافة لكل اللي أنا قلته لكم من شوية. إيه هي الميزة الزيادة؟ إن دي بتبقى نقطة مراقبة. يعني إيه؟ أو نقطة وقفة مع النفس، أشوف أنا واصل لحد إيه في المشروع، وهل أنا محقق أهدافي ولا لأ؟ وبرضو إن هي بتكون إيه؟ إن يقول لك أنت دلوقتي عندك المشروع مكون من إيه؟ من عدة فيزز، اللي هي من عدة مراحل. كل مرحلة اللي هي between two gates، يعني مثلا الجيت بتاعت نهاية المرحلة الأولى مع الجيت بتاعت نهاية المرحلة الثانية، اللي ما بين دي ودي هي المرحلة الثانية، مظبوط؟ وما بين الثانية والثالثة وهكذا. بيقول لك أنت لو قدرت تتأثر، دي برضه نقطة فلسفية شوية، لو قدرت تتأثر الوقت ده على قد ما تقدر هتقدر إن أنت تنجز المشروع في وقت قصير. ده كله كلام فلسفي شوية. بس مهم إن إحنا نقوله من الناحية النظرية. بس تاني نرجع للنقطة اللي أنا لسه قايل لكم عليها من شوية، إن في فايدة مهمة جدا برضه للستيج جيت. ان انا ببدا اشوف اقف مع النفس، تمام؟ او وقفه، يعني ايه وقفه مع النفس؟ يعني مراجعه للمشروع والاداء المشروع وهكذا. فبالتالي في تشيك ليست كده من الاسئله المشهوره اللي هي ان انا اجي عند كل مرحله واقول ايه؟ وير ار وي توداي؟ احنا فين النهارده؟ يعني احنا فين النهارده؟ لا يعني من حيث ان ايه؟ انت دلوقتي خلصت مثلا مرحلتين من 8 مراحل المشروع، تمام؟ المفروض نفترض ان في المرحلتين دول تكون مخلص 10% من المشروع. انت مثلا مقسم ويت كده وزن المشروع وقال ان 10% من وزن المشروع المفروض يكون خلص في المرحلتين دول، ويكون مثلا صرفت مثلا 15% من التوتال بادجت مثلا، تمام؟ فانت بعد ما تخلص المرحلتين تقول انا فين بقى؟ من التايم اللي انا كنت مخطط له ومن الكوست اللي انا كنت مخطط له.
تمام؟ فانت بتقول ان انا مثلا المفروض اكون عملت دي في 10% من المشروع، هل انا عملتها فعلا في 10%؟ هل اقل؟ هل اكتر؟ طيب والفلوس، هل صرفت اكتر؟ هل صرفت اقل؟ وبناء عليه برضو المفروض اقول انا لو مشيت بمعدلات زي دي او معدلات مشابهه، انا هخلص المشروع في قد ايه؟ وهعمله في وقت قد ايه برضو؟ تمام؟ فعشان كده بقول لكم برضو بيستخدم الستيج جيتس دي زي نقط محاسبه، بوينت اوف كنترولز للمشروع. مش كده وبس، ده كمان ان انا ببدا اشوف المخاطر وراجعها واشوف هل المخاطر الحاليه ووضعي فيها ايه، وهل البرفورمانس بتاعي للمانجمنت بتاعها عالي ولا لا، وايه المخاطر المستقبليه اللي ممكن تجي لي وهكذا، وهل انا محتاج بقى اسيستنس او مساعده من المانجمنت بتاعتي ولا لا. طيب الجيت كيبرز احنا فهمنا بقى من شويه خلاص ما معنى هو الجيت كيبر وهكذا، بس عايزين نشوف الكتب بقى بتقول ايه على الكلام ده. اول حاجه بيقول لك مبدئيا عشان تمشي صح ان الجيت كيبر ده لا يمكن يبقى مدير المشروع. ليه؟ عشان ما يبقاش هو الطالب والاستاذ في نفس الوقت، ما هو مدير المشروع ده هو المسؤول عن تنفيذ المشروع، ما تجيش تخليه هو اللي يوافق على ان ان المرحله دي خلصت وخش على المرحله اللي بعدها، لان هو بالبديهي هيقول لك انا خلصت، تمام؟ فعشان كده بنقول اهم حاجه ان البروجكت مانجرز ار نيفر الاود انه يبقى اللي هو ايه الجيت كيبر، تمام؟ طيب وبالتالي لازم الجيت كيبر دول لازم يكون لديهم سلطه ولديهم صلاحيات. علشان ان هم يقدروا ان هم ايه يعني مدير المشروع بمعنى ادق يعمل حسابها ان هي ناس ليها سلطه وليها صلاحيات عليه او سلطه اعلى منه بمعنى ادق، فهم اللي يقولوا اذا كان هيكمل ولا لا. يكمل يعني ايه؟ يعني هل هيخش على المرحله التاليه ولا لا؟ يبقى ببساطه شديده ان تاني ان مدير المشروع لا يمكن يكون جيت كيبر، دي نقطه مهمه جدا. والجيت كيبر اللي انا هحطه هنا بقى انا بتكلم على مستوى الشركات اللي هي القطاع الخاص والكلام ده، ما عندوش بقى كلاينت ويخاف منه ومش عارف الكلام ده كله. احنا بنتكلم بقى انت عندك شركه وعندك مدير مشروع وكلام من ده، مثلا زي شركات التطوير العقاري والكلام ده، هي بتبني لنفسها اصلا وبعد كده بتبيع. فبيقول لك عشان المشروع ينجح خلي حد من الاداره العليا يبقى هو الجيت كيبر عشان يراجع على مدير المشروع ده. طيب انا مع كل نهايه مرحله المفروض يكون في قرارات، غالبا القرارات دي مش هتختلف عن حاجه من الاربع حاجات اللي احنا هنقولهم دلوقتي. اول حاجه ودي الطف حاجه ان انا اقول نكمل للمرحله التاليه مع تحقيق الاهداف اللي احنا كنا مخططين لها. ده احد القرارات وده اللي هو الاوبتيمم يعني او الايديال لو الدنيا ماشيه صح. احيانا بيضطر الجيت كيبر ده يقول هنكمل المشروع مع تقليص الاهداف او مع زياده الاهداف، يعني يقول المرحله الجايه نقدر مثلا ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا مثلا، يعني يا يقلل يا يزود ان هو يعمل ريفايزنج للاوبجكتيفز. حلو. او يقول انا هضطر اجل الموافقه على ان انا انتقل للمرحله التاليه، او يكنسل المشروع كله يقول لا خلاص كده شكرا نقفل ورقنا ونتكل على الله. وبالتالي ان لازم نبقى عارفين ان برضو الجيت كيبر ده ممكن يكون لديه القدره والصلاحيه ان هو يلغي المشروع او يوقف المشروع وينهيه لو الموضوع يتطلب ذلك. طيب في بقى ميجور بينيفيتس للستيج جيتس اللي هي يمكن احنا قلناها وقررناها كذا مره، بس بنقول هي ببساطه بتدي كده هيكل لاداره المشروعات، يعني طريقه كده ايه مستسلمه زي خريطه كده تمشي بيها خطوه بخطوه تدير لك المشروع بشكل فيري بروفيشنال وما تنساش حاجه. ان هي كمان بتدي لك ناخد بالنا هي كل مرحله بيبقى فيه ليست اوف deliverables،
فمثلا عند التخطيط بيبقى في مجموعه متطلبات، عند الريسك في متطلبات، فبتجبر الناس في الاقسام بتاعتها ان هي تعمل شغلها صح برضو عشان نبقى عارفين، تمام، طبقا للستاندرز والحاجات دي، تمام. طيب الحاجه كمان الثالثه ان هي بتسمح ان انا اخد قرارات في وسط المشروع، يعني زي على سبيل المثال المثال اللي احنا قلناه، لو التصميمات بتاعه الفاسيلتي اللي احنا كنا ضربناها مثال دي ان هي خدت وقت طويل جدا ومبالغ كبيره جدا، المنشاه دي لو كانت في مرحله التصميم اتراجعت من الجماعه الستيك هولدرز اكيد كان هيبقى في قرارات بتعديل التصميم، ان يتم زياده مثلا كذا، يتم زياده عدد بوابات، غرف امنيه، غرف تحكم، مش عارف ايه، علشان متطلبات الجهات المعنيه، مظبوط. فبتسمح ان انا اقدر اخد قرار اثناء المشروع، مش بعد لما خلاص عملت كل حاجه ارجع اعيد من الاول. طيب بيقول لك بقى في حاجه اسمها بيت فولز، زي الايه، المطبات كده اللي ممكن تفشل او تلخبط عمليه الاستيج جيت. يعني بيقول لك خد بالك ان في شويه حاجات، الحاجات دي ممكن كده تفشل الفكر بتاع الاستيج جيت كله. زي ايه ببساطه؟ اول حاجه ان انت تحط جيت كيبر ملوش صلاحيات وملوش باور، يعني مدير المشروع يكون اقوى منه، بيقول له لا انت، يقول له مالكش دعوه انا المسؤول يا عم، انت عايز ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ عشان كده الكيس اللي انا كنت بحكيها لكم دي كانت كيس ايديال، ان اعلى سلطه هو الجيت كيبر، فبالتالي هم الناس بتسمع اسم الراجل ده كله بيشتغل، مفيش هزار، وبيبقوا خايفين جدا قبل ما يقدموا قصاده اي حاجه، لان خلاص بيقول الكلمه مره واحده شرط ما فيهاش رجعه، تمام؟ تخيل بقى انت لو كنت حاطط جيت كيبر حد مثلا اداري، حد مش عارف ايه، حد مش ملوش سلطه على مدير المشروع ما يخافش منه، يبقى هيتجاهله وهتبقى فشلت الموضوع. او تكون حاطط لا سمح الله جيت كيبر جبان شويه، يعني ايه جبان؟ يعني خاف ياخد قرار، ياخد القرار الصح. يعني ببساطه نفترض مثلا، نفترض المثال اللي انا قلته لكم ده، ان اثناء مرحله، بعد مرحله التصميم راجعنا الجهات المعنيه، الجهات المعنيه قالت لا يا جماعه انتوا ناقصكم كذا وكذا وكذا، فالمفروض القرار هنا ان يتم اعاده التصميم. لو الراجل ضعيف الشخصيه وخايف من المصمم مثلا، يا سيدي مشيها بقى وخلاص وربنا يستر وبعدين قدام نتصرف معاهم، في ناس كتيره بهذا الاسلوب، فتبقى كارثه، يبقى فشل لك الايه، الموضوع كله. في برضه ان هو بقى موضوع الشفافيه، ان يقول لك بقى ايه، يعني مثلا نعمل الكلام ده ورقي ما ندهوش للناس، مش يبقى فشلنا الفكره نفسها بتاعت الايه، للستيج جيت، تمام. يبقى فعلا موضوع ببساطه شديده جدا، عشان نلخص بس النقطه اللي فاتت دي بالذات، ان انا لو عايز موضوع الاستيج جيت ده يتم بشكل مفيد جدا، ما انا اساسا انا ليه عامله؟ يعني انا النهارده كمنظومه او كشركه انا مش عامله علشان مثلا يقولوا اه ده فلان بيطبق الاستيج جيت، لا، هو معمول عشان يساعدني ان انا لا اقع في الاخطاء، ما اتكلفش زياده، اكتشف الاخطاء بدري، اصلحها من بدري، اصلحها وهي لسه خطوط تتمسح وتترسم من اول وجديد، احسن ما تكون حديد تسليح او كمرات حديد او كذا لازم تتقطع ولازم تتكسر ولازم تتدفن ولازم ولازم ولازم، صح؟ يبقى اذا هو حاجه من مصلحتي، يعني انا بندي لنفسنا فرصه ان احنا نراجع نفسنا في كل مرحله ببساطه شديده. فانا لو حطيت المسؤول عن المراجعه دي واحد ملوش صلاحيه يبقى ما عملتش حاجه. فبالتالي لو عايزين نقول بالعكس، يعني عكس اللي هي ان انا عشان بدل ما افشلها، لو انا عايز انجح الكونسبت بتاع الستيج جيتس ده، اول حاجه او اول خطوه ان انا احط الجيت كيبر رجل له سلطه وصلاحيه عاليه جدا جدا جدا، بالذات على المعلم اللي اسمه مدير المشروع. حلو؟ طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ان الجيت كوردينيتور لما يحدد الجيت كوميتي لازم ان هو يجيب الناس اللي هي المسؤوله فعلا عن كل مرحله، ولازم الليسته اللي تتحط اللي هي ليست اوف ديليفربلز تبقى فعلا هي دي القايمه المطلوبه بجد، يعني مش يكتب اي كلمتين والسلام. يعني اللي انا عايز اقوله ببساطه ان ممكن
يكون حد بيعمل نفس الخطوات بالظبط، بس يجي مثلا على الليست اوف ديليرابلز ويحط لك نقطتين ثلاثه وخلاص، ويقول لك اه راجعنا وخلصنا وفعلا هم صح. لا، لازم الليست دي تتعمل مظبوط ولازم تتراجع صح، وده كله هيتعمل صح لو صاحب السلطه اللي هو الجيت كيبر كان فعلا هو صاحب السلطه. طيب اخر نقطة بقى، اخر نقطة اللي هي ايه الفرق بين الستيج جيت واللايف سايكل. اللايف سايكل ببساطة احنا اتفقنا اللي هي مدة المشروع كله من منذ بدايته لنهايته، بينما الستيج جيتس اللي هي الفيزز الان بتوين من اول نقطة لاخر نقطة. دي ببساطة شديدة جدا، بس هو ببساطة شديدة انه بيقول لك ميزه الاستيج جيت. احنا ليه ببساطه مسكنا اللايف سايكل بتاعت المشروع وقطعناها كده الاستيج؟ قال لك عشان يبقى عندي كونسبت اللي اسمه كام باك، العوده للخلف من بدري. انا في حاجات ناقصاني، لا استنى شويه اجملها واجهزها واخش. بالمناسبه في حاجه مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، ودي حصلت برضو معانا كتير. نفترض انت دلوقتي في المرحله رقم 3 ستيج نمبر 3 وحاطط ليست اوف deliverables، يعني قائمه من المهام اللي هتتعمل في الستيج 3، وجه الراجل صاحب السلطه ومضى لك على هذه القائمه. نفترض القائمه دي مكونه من 18 مهمه هتعملها اللي هم ليست اوف deliverables، 18 واحده، ناس شغاله بسرعه ومش عارف ايه، خلصوا 17 وفي احدهم يعني واحده من ال 18 طويله جدا ومحتاجه تفاصيل كتير قوي وهتاخد وقت طويل. هنا بنقول لك ببساطه لو انت شايف ان الستيج اللي بعدها ينفع تبدا ومش هتاثر عليها وتكمل التاسك دي، تنقلها بدل ما تبقى من ستيج 3 تخليها في ستيج 4 وتكمل بنهايه ستيج 4 بدون ما تعمل ديستربنس لستيج 4، ممكن تعمل كده. يعني في اوبشن بيقول لك ان انت ممكن احد الديليرفابلز اللي انت كنت مخطط ان انت تنهيها في المرحله الحاليه ممكن تاجلها للمرحله التاليه، بس بشرط بموافقه مين؟ الجيت كيبر. ان هو يقول لك ايوه الكلام ده ايه؟ منطقي وانا موافق. وبالتالي نلاقي ان احنا دايما يا جماعه حته الاستيج جيت زي ما بنقول كده ان هي بتدي الكونسبت بتاع الكومباك، ان انا اقدر ارجع اصلح اخطائي واشتغل، وبرده هي نلاقيها بتدي صلاحيه او بتدي اوبشن لما يسمى بالانترنال ديزيشن ميكنج، ان انا داخليا اقدر اخد قرارات اصلح بيها ادائي خلال الايه؟ فترة حياة المشروع. يقول لك طبعا ان الستيج جدي دلوقتي اصبحت هي جزء اساسي ومتكامل ومن اهم عناصر ادارة المشاريع الحديثة. وفعلا الكلام ده مش نظري ابدا ابدا ابدا، وفعلا اتطبق، ولما اتطبق في مشاريع احنا عملناها ادى نتائج رائعه جدا 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 وتطبيقه سلس وجميل. انت النهارده بقى عشان تعمل برنامج زمني وتكون فاهم الكونسبت ده هيسهل عليك جامد قوي قوي قوي، لان انت في برنامجك الزمني بتاع الماستر بلان نفسه للمشروع بتحط تواريخ لهذه الايه؟ الديليرفابلز بتاعت الستيج جيت. فاحنا لو ما كناش فاهمين الكونسبت وفاهمين ايه معناها ويعني ايه ستيج ويعني ايه ستيج جيت ويعني ايه ديليرابلز او المهام اللي بتحصل في كل ستيج، يبقى لما يجي حد يطلب منك تحط هذا الكلام في البرنامج الزمني هتوه منه. بالاضافه لان فهمنا للكونسبت نفسه هيسهل علينا جامد جدا 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 ويخلينا ان احنا فعلا ندير المشروع بسلاسه بشكل كبير جدا في كل المراحل المختلفه، سواء بقى في مرحله التسجيل بتاع المشروع، في مرحله التنفيذ، في مرحله التصميم، في مرحله الاختبارات وهكذا. وبالتالي يا جماعه
بتعمل ما يسمى للايه كلير اندرستاندينج، اللي هو الفهم، وضوح الفهم لهذه المراحل عند المديرين، اللي هو سواء ما كان بتاع تنفيذ او بتاع مانجمنت، فيقدر يسيطر على الريسورسز بتاعه ويحقق اهدافه وهكذا. اراكم ان شاء الله في حلقات النقاش عشان نقعد بقى ندردش وندي امثله وحاجات زي كده على كل الكلام اللي احنا قلناه. ريت لو في اي ملاحظه او اي حاجه ان احنا تشيروا الاسئله دي ونبدا نتكلم فيها في حلقات النقاش. اراكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.